دراسات جديدة وأشباح تفقد الوعي ونداء استغاثة ونعوات. أغرب توقعات ميشيل حايك لعام 2022. أهلا بكل المتابعين والمشاهدين على قناة أنا وهي والنجوم في حلقة جديدة من حلقات التوقعات. استضافة الإعلامية رانيا زيادة عبر قناة الام تي في اللبنانية ميشيل حايك في بث مباشر ليلة رأس السنة الميلادية، حيث صرح ميشيل بسلسلة توقعات للعام الجديد 2022 مؤكدا أن العالم سيشهد تغييرات كبيرة بالأوضاع الميدانية للعديد من الدول العربية والأوروبية، لا سيما لبنان وسوريا والعراق والسعودية واليمن وأمريكا وروسيا والصين. وكشف ميشيل حايك أن لبنان سيشهد رئيس جديد للجمهورية وأن الرئيس ميشيل عون سيغادر قصر بعبدأ بنفس الطريقة التي غادر بها الرئيس الأمريكي السابق ترامب، مؤكدا أن الرئيس اللبناني الجديد سيعمل على لبنان الجديد، حيث لا هم لا في الكهرباء ولا الماء ولا المدارس ولا الرواتب ولا المحروقات، وأنه سيقوم بما قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمصر. أما بالنسبة للوضع الصحي فقد توقع ميشيل حايك متحورات جديدة لكورونا وفيروسات جديدة وغريبة وأشباح تفقد الوعي بشكل مفاجئ وتصيب الناس بحالة اختناق، والدواء الوحيد لها هو التركيز ثم التركيز في وعينا الباطني. وقال لبنان باقي ولن يزول. كذلك ذكر ميشيل حايك أزمة الدولار، حيث قال أن الدولار سيبقى يرتفع وينخفض مثل الروسر ونكسة لعدد كبير من المتلاعبين بالدولار. توقعات ميشيل حايك أيضا على صعيد لبنان جاءت كما يلي: انفجاران داخل الثورة، انفجار بارود وانفجار قرار، نداء استغاثة من داخل المجلس الدستوري. عام 2022 بداية تحول وانطلاقة جديدة للاقتصاد اللبناني رغم كل شيء، الإقامة الجبرية على العديد من الوجوه والشخصيات، نعوات ستغمر لبنان وحداد رسمي لأيام. الخطر يلاحق وجوها إعلامية ومقدمي برامج حتى داخل الاستوديو. سحر لبنان سيجذب كل الذين هاجروا مرة أخرى. المجتمع المدني سيخرق ويسجل نقاطا كثيرة بصورة طريقة. بيان عاجل للمطارنة الموازنة يخض الرأي العام. من مصر توقع الفلكي اللبناني نجاحات كبيرة للأخوين عمرو وعماد أديب، كما تستعيد مدينة شرم الشيخ المصرية عزها وتتغلب على محاولات كسرها وإخماد وهجها. وقال ميشيل حايك إن الفنان محمد رمضان سيكون من صرعة إلى صرعة ومن جنون إلى جنون، وسيطل من فوق القانون برغم الخطر والممنوع، كما يواجه اللاعب الدولي محمد صلاح مخططات لكسره لكنها تفشل، ويبقى هو البطل في الوقت الذي يرفرف فوقه أفق مشحون ويتغلب على محاولات عرقلته. وامتدت توقعاته إلى الأهرامات، حيث قال أنه ستظهر علامات غريبة فيها وحولها وفوقها أضواء وأجسام تظهر وتختفي، وهو الأمر الذي يثير حيرة العلماء والمتابعين. وخلال عام 2022 وكما زعم الفلكي اللبناني فإن الفن المصري بقديمه وجديده سيصبح على عرش التتويج والتكريم والعالمية. وكشف ميشيل حايك عن بعض التنبؤات المرتبطة بالسعودية، والتي من بينها عبور صحن طائر في سماء السعودية. ومن لبنان وبخلاف توقعاته السياسية التي أثارت الجدل، قال ميشيل حايك أن لبنان هذه المرة سيشهد فيلما عالميا طويلا للملحن اللبناني زياد الرحباني، وستتجه أنظار العالم كله للملحن المعجزة الذي سيكون عالميا في عام 2022. وقال ميشيل حايك
إن الجمال في لبنان لم ينتهي من جورجينا رزق ملكة جمال لبنان التي مثلتها في محافل عالمية، لكن الانتظارات والانتصارات كبيرة في هذا المجال في 2022. ومن العراق قال ميشيل حايك إن مفاعيل النهضة الثقافية والفنية والجماهيرية ستتغلب على مفعول الاعتداءات والأحداث المفتعلة في أربيل، مع تنبؤات لضجيج إعلامي عالمي محوره الآثار العراقية. وفي شكل عام قال ميشيل حايك إن عام 2022 سيشهد بعض الأحداث في المنطقة العربية، منها انطفاء وغياب أربع أسماء لأربع شخصيات كبيرة في المنطقة العربية بما فيها بلاد فارس، والطبيعة تجن جننها فنرى أمواج عاتية في مياه عربية، وأيضا موت فنان من أشهر المشاهير. وزعم الفلكي اللبناني أن الوسط الفلكي على موعد مع صدمة بأحد وجوهه، كما أن المنطقة العربية ستشهد يوما تهتز الأرض فيه وتعمل اللي راح تعمله، ويشرح سنرى أن مشاكلنا عادية وبسيطة أمامها. تسبب ميشيل حايك في جدل واسع بسبب توقعاته، وهي التوقعات التي وصفت بالسوداوية، وطلبه البعض بضرورة التوقف عن قول مثل تلك التوقعات التي تثير الزعر، ومنها الفنان السوري عابد فهد. بكده خلصت حلقتنا النهاردة، لكن ما خلصتش كل توقعات ميشيل حايك عن 2022، فخليكوا معانا علشان تكونوا على اطلاع على كل جديد وباقي توقعات ميشيل حايك ل 2022. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والكومنت والشير.